وزارة التربية والتعليم بتستعد خلاص إن هي إلا أيام، حتى ما بتكملش أسابيع، يعني أسبوعين أظن ولا شوية، أسبوعين وشوية ويبدأ العام الدراسي الجديد لكل ولاد. ادعوا لي أنا تحديدا، أنا في محنة، بنتي في الثانوية العامة، أهيانة. المهم وزارة التربية والتعليم بتقول يا جماعة تفعيل لبرنامج التبادل الطلابي لمرحلة التعليم الثانوي ما بين مصر وما بين اليابان في نوفمبر المقبل. أفهمها دي. معايا على التليفون زميلنا وصديقنا العزيز الأستاذ شادي زلط، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. ازيك يا شادي؟ أهلا بك يا أستاذ. عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ كله حلو؟ إيه موضوع التبادل الطلابي اللي ما بيننا وما بين اليابان ده؟ هو الحقيقة أن ده برنامج تم الاتفاق عليه ما بين الدكتور رضا حجازي وعمدة طوكيو. الحقيقة ده كان خلال لقاء تم في خلال مؤتمر كوب 27 اللي كان في شرم الشيخ. حلو. وطبعا يعني هو اللي كان فيه تجهيزات، وبالفعل يعني بدأ التفعيل، لأن طبعا يعني ده في إطار التبادل الثقافي ما بين البلدين والعلاقات الراسخة ما بين مصر واليابان. البرنامج الحقيقة كمان يعني بيتضمن استقبال دفعة من الطلاب المصريين في اليابان، هيكون خلال شهر نوفمبر اللي جاي بإذن الله، وفي دفعة بقى من الطلاب اليابانيين هيجوا مصر خلال شهر ديسمبر، والعدد هيكون في حدود 12 طالب مصري هيروحوا اليابان، هيزوروا بعض المدارس، يتعرفوا على الثقافة والثقافة اليابانية، وهيقوموا بجولات تثقيفية يشوفوا أبرز المزارات السياحية الموجودة في طوكيو. ومن ناحية تانية هيكون في برنامج لزيارة الطلاب اليابانيين لمصر، هيبقى زي ما قلت لك خلال شهر ديسمبر، وهيبقى البرنامج بتاع زيارتهم يعني بيتضمن تفقد عدد من المدارس وزيارة مكتبة اسكندرية، وكمان هيبقى ليهم برنامج يعني ثقافي وسياحي يتضمن التفقد أهم المزارات السياحية في القاهرة زي الأهرامات والمتحف الوطني ومتحف القومي للحضارة ومتحف المصري الكبير وغيرها يعني. طيب سؤال يا شادي، هل هيبقى جزء من البرنامج التبادلي ده حتى لو في مرحلة قادمة أنه يبقى في طلبة يابانيين بيدرسوا جوه مدرسة مصرية، طلبة مصريين يدرسوا جوه مدرسة يابانية هناك في اليابان، غير طبعا المدارس اليابانية اللي عندنا يعني؟ لا هي مش دراسة، هي فكرة تبادل يعني ثقافي ما بين البلدين في إطار طبعا بروتوكولات كتيرة اتعملت. حلو. وإطار علاقات يعني ثقافية وعلاقات قوية ما بين مصر واليابان. الحقيقة ده يعني يعتبر جزء في إطار تفعيل أطر التعاون بجانب التعليمي ما بين البلدين. أنت حضرتك عارف طبعا أستاذ يوسف إن أيضا عندنا كمان جانب تاني خالص، المدارس المصرية اليابانية طبعا، بس ده جزء منفصل، دي حدوته تانيه خالص للبرنامج التبادل صحيح الطلابي يعني. فالحقيقه يعني ان في تعاون كبير ما بين البلدين في اطار المجال التعليمي، ويمكن الجزء الخاص بالتبادل الطلابي دوت او التبادل الطلابي في الزيارات المتبادله ما بين مصر وطوكيو، تحديدا ما بين يعني القاهره واسكندريه وطوكيو، ان هم يجوا القاهره ويجوا اسكندريه او الطلاب المصريين يروحوا طوكيو، ده يعزز كمان فكرة التعرف على الثقافة الأخرى والثقافة اليابانية، ويشوفوا كمان إيه أهم المعالم اللي بيتم دراستها كمان داخل المدارس اليابانية، هيكون فيها يعني معرفة غزيرة يعني بالنسبة للطلاب المصريين اللي رايحين طبعا. صحيح، يا بختهم العيال تطلع دي، الحاجة دي كانتش على أيامنا يا جماعة. أشكرك جدا يا شادي، كل الشكر لزميلي وصديقي العزيز شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم.